نعمل مع بعض النهاردة فتة الكشك بالفريخ. يعني الناس بتاكل فتة لوحدها بالفريخ او كشك لوحده برا بنعمله، لكن انا عاملة لكم النهاردة بقى ميكس جميل جدا، فتة الكشك بالفريخ. نقول مع بعض مقادير الفتة بتاعتنا النهاردة. معايا 3 رغيفة شامي مقطعاها مكعبات، وبفكرك ان كنت بتقطعي المكعبات ما نقطعش بقى كده زي زمان وتبقى حتة كبيرة وحتة صغيرة. انا بقطع المكعبات بالمقص وهوريكي شكلها بيبقى حلو جدا ومدي منظر منمق قوي للطبق. ففكرك ان العيش الشامي بتاعنا وشامي مش بلدي، هنقطع العيش الشامي بالمقص. معايا كوبايه زبادي، 3 بصلات متقطعه مكعبات، و5 معالق دقيق، وتلت كوبايه عصير ليمون، ومعايا 1/2 كيلو فراخ متقطعه قطع، ومعايا 3 كوبايات مرقه، وكوبايه لبن وزبده او زيت للتشويح. سريعا هقول معاكم تاني المقادير: 3 رغيف شامي متقطع مكعبات، معايا 3 بصلات متقطعه مكعبات برضو، وكوبايه زبادي، 1/3 كوبايه عصير ليمون، و1/2 كيلو فراخ متقطع مكعبات سواء صدور سواء وراك ده اختياري، 3 كوبايه مرقه، وكوبايه لبن وزبده وزيت للتشويح. تمام،